امبارح كان في اجتماعات مهمة مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي واللي بيزور مصر حاليا، واللي شافوا واشادوا بالاصلاحات الطموحة والشاملة اللي حصلت في مصر وبتنفذ من 2016 ولحد دلوقتي، وقالوا كمان ان البنك الدولي حريص على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات باعتبارها من اكبر الشركاء في عملية التنمية. خلونا نتكلم عن تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وازاي شايف انه هذه الاشادات من البنك الدولي يعني تصب في صالح الاقتصاد المصري؟ بنتكلم يعني عن اصلاحات اقتصاديه من 2016 وحتى الان. صح، اهلا بيك يا دير. هي فعلا الاصلاحات، يمكن بس يعني اوضح معلومه محمد كان لسه بيقولها، هي فعلا الاصلاحات بدأت من 2014 و15 ل 2011. يا محمد انت عارف احنا كنا بنحاول او 12 ناخد قرض من البنك الدولي بقيمه 1.5 مليار دولار، وصححني ان كنت نسيت المعلومه او نسينا النقطه دي نفتكرها، وكنا بناخد قرض 1.5 مليار دولار في 2012، ورفض البنك الدولي وقعدنا تقريبا 14 شهر او 16 شهر صحيح علشان نتفاوض مع البنك الدولي، ورفض البنك الدولي. وانا فاكر كريستين لاجارد في هذا السياق قالت ان مصر لن تكون لها قائمه وصعب التعامل مع مصر، وهي غير جديره نظرا للحاله، لان الوضع كان غير مستقر في هذا التوقيت. طبعا ما كانش فيه، طبعا احنا فاكرين طبعا يعني مرينا في اسوء مرحله من تاريخنا، يعني دوله كانت شغاله، وانا دايما بقول يعني طفوا النور علينا فجاه، ودوله كانت شغاله ورايحه وجايه وفي خطه وفي يعني نظام، وفجاه يعني طفى النور بفعل فاعل طبعا. وقعدنا في الضلمه سنتين، وفاكر احنا نزلنا في النمو الاقتصادي من 1.8، وقدرنا بخطط الاصلاح الاقتصادي الطموحه اللي بدات في 2015 و16، ودي نقطه مهمه، لان بعد ما كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيقول لك ان مصر لن تكون لها قائمه وهي غير جديره وملهاش مستقبل ومحتاجه معجزه، نفس السيده كريستين لاجارد قبل ما تترك منصبها قالت باللفظ ان مصر حققت معجزه، وان احنا كبنك دولي وكصندوق نقد دولي كمؤسسات دوليه عايزين نيجي نتفرج ونشوف ونعرف ازاي الدوله المصريه قدرت تحقق هذه المعجزه، وانك تقع ل 1.8 نمو اقتصادي وبعدين تطلع بعد كده 6 و6.5 وتكون من الدول ال 18 اللي حققت نسبه نمو بوزيتيف او ايجابي على مستوى العالم في ازمه كورونا، طبعا انجاز، مع كمان خلي بالك مع التحديات الكبيره جدا اللي الدولة المصرية واجهتها أو اللي الشعب المصري واجهه، وهي الإرهاب لو تفتكر في سيناء في ذلك الوقت، التحديات اللي كانت في ليبيا في الغرب، موضوع سد نهضة، الغاز، تركيا، قطر، كل هذه التحديات كانت كفيلة بأنها تهد أي دولة، لكن الإرادة السياسية القوية، ودي يمكن النقطة الأولى في الإصلاح الاقتصادي، ما تقدرش تعمل إصلاح اقتصادي إلا لو عندك حاجة اسمها political will أو إرادة سياسية. مظبوط. كان عندنا إرادة من حديد، رئيس تولى المهمة في أمور في وقت صعب جدا، ولكن آمن بقدرة هذا الشعب، والشعب في نفس الوقت آمن بقوة وصدق القيادة، وبالتالي اشتغلنا في برنامج إصلاح اقتصادي صعب. عظيم. هذه اللحظات وهذه الصور لما كان السيد الرئيس كان بيشد على ايدين الاثنين في هذا الوقت ويطلب من المصريين انهم يتكاتفوا عشان نقدر نعدي عنق الزجاج. فعملنا برنامج اصلاح اقتصادي كان صعب جدا، وبرضه بفكرك ونفتكر ان البنك الدولي كان ليه راي ان احنا نمشي بحاجه اسمها الشوك ثيرابي او ثيرابي شوك او العجب الصدمات. السيد الرئيس رفض وطلب ان يكون في جزء اجتماعي مع البرنامج الاقتصادي، جزء اجتماعي عشان يقدر يشفط التبعات او الاثار السيئه لبرنامج التكافؤ وكرامه. يراعي كل الابعاد، مظبوط يا فندم. استعداد برنامج التكافؤ وكرامه وكل هذه البرامج الاجتماعيه اللي اشتغلنا بيها مع برنامج الاصلاح الاقتصادي. طيب لو هنتكلم عن اهميه هذه الزياره، اهميه ان يكون واهميه هذه الاشاده كمان، واهميه ان يكون في شراكه استراتيجيه ما بين مصر والبنك الدولي. شوف، هو الشراكه احنا عندنا تاريخ طويل من التعامل مع مش بس البنك الدولي، مع المؤسسات الدوليه، وعندنا يعني ريكورد، وعندنا يعني يمكن وزيره التنميه الاقتصاديه دكتوره هلال سعيد كانت بتتكلم على محفظه حوالي 16 او 17 مليار دولار مع البنك الدولي، وانا بقول لك كنا في وقت مش عارفين ناخد مليار ولا مليار ونص، فاحنا عندنا تاريخ وعندنا سجل قوي. الزيارات دي مهمه، بتدخل في اطار ما يعرف بالميشن ريفيو او زيارات المراجعه او مهمات المراجعه. يعني ايه مراجعه؟ يعني بيزورك البنك الدولي، بيزورك البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، بيزورك ويزور الحكومه ويقعد مع الحكومه والمستثمرين والقطاع الخاص، وينزل الشارع والسوق ويبص ويشوف ويتفرج ويجمع معلومات
علشان يقدر هو يكتب تقاريره عن اقتصاد هذه الدوله. الميشن ريفيو هي مهم جدا، يمكن احنا يعني حضرنا كذا ميشن ريفيو، وصعوبتها في ان انت لازم بتبقى قاعد عشان ترد عليه ومحضر بياناتك ومحضر اوراقك ومحضر كل شيء، وهو بيناقشك من واقع البيانات، مش بس البيانات اللي عندك، لا من البيانات اللي هو جمعها. صحيح. وبالتالي النهارده ان هو يجي ويشوف بمنتهى الشفافيه، وخلي بالك ده بنك دولي، يعني مش مؤسسه محليه، هذه المؤسسات لا تجامل طبعا. طبعا بالظبط، يعني لا تجامل ولا ومش مصلحتها انها تجامل. صحيح. وما ينفعش انها تجامل، يعني ما لهاش مصلحه، ده بالعكس، ده هي بتبقى متشدده بشكل كبير علشان تسيب هامش للريسك او هامش لل يعني الخطا عندها، وبالتالي لا هي بتبقى متشدده في حكمها في عمليه الرقابه او في الريفيو او في المحادثات، لكن تطلع بعد كده يطلع البنك الدولي او هذه المؤسسات انها تشيد بعد كده بال. وبعدين خلي بالك هو حتى لو البنك الدولي يعني كان رايي له راي متشدد، كل مؤسسات التمويل الدوليه في الفتره الماضيه في الست سبع سنين الماضيه لا اشادت بالتجربه المصريه، تتحدث بصوره ايجابيه. صحيح. يعني عندك فيتش وساندرد اند بور كل حاجه وموديز، كل مؤسسات التمويل الدولية، المؤسسات الملاءة كمان، بس التمويل مؤسسات الملاءة الدولية اللي بتقيس قدرة الحكومة والموازنة العامة على أنها يبقى عندها مصدات، اللي بنسميها مصدات اقتصادية أو مصدات مالية. وتفتكر بعد أزمة كورونا لما كان في مساعدات اللي هي 100 مليار، والناس قال الله في فلوس طلعت منين 100 مليار للمرأة المعيلة والمصدرين والبنوك والمصارف. صحيح. والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والناس قال الله الفلوس طلعت منين، وقلنا إن احنا كان عندنا رؤية، كان في رؤية اقتصادية حكيمة الحقيقة، إن احنا لما كناش عملنا برنامج إصلاح اقتصادي قوي وصعب ما كانش هنقدر ان احنا يعني نقف على رجلينا. تحمل تبعاته المواطن واستفاد منه المواطن. أيوة. نقدر نقول كده. برضو انا شاكر لكلمتك دي، لان برجع افتكر، لان التاريخ مهم عشان نفكر ولادنا ونفكر اخواتنا ونفكر شبابنا. تفتكري الصور التي كان يظهر فيها السيد رئيس الجمهوريه وهو بيشد على ايدين الاثنين وبيقول يا جماعه عايزين نتكاتف ومحدش يقف يعني قدامنا ومحدش يفرق ما بيننا، وان احنا بوحدتنا، وكان يشد على يديه الاثنين ويطلب المصريين ان يكون متكاتفين عشان نعدي عنق الزجاج. وفعلا، وخلي بالك من دروس الاصلاح الاقتصادي ان انت عشان تعملي اصلاح لازم يبقى في نوع من التكاتف الشعبي، لان لو ما عندكيش تكاتف شعبي الناس هتيجي في مرحله معينه يعني تبوظ لكل شيء او تعترض. لكن الشعب المصري الحقيقه والقياده الحقيقه راهنت على يعني ذكاء الشعب المصري وفطنة الشعب المصري ومعرفته بما هو الخطأ وما هو الصواب ما هو الخطأ. ودي كانت نقطة الحقيقة مهمة جدا نجحت فعلا، وهو المواطن استحمل التبعات وهو يعتبر البطل الأساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي. صحيح. بنشكر حضرتك الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق.